السلام عليكم، عاملين ان شاء الله تكونوا كويسين. امبارح نزلت على تيليجرام سلسله كورسات كده لديفيد بومبل، وقلت اختاروا كورس من دول، فبالتالي معظم الناس او الاغلبيه اختارت الكورس بتاع الاس كيو ال انجكشن. في ناس هتقول ان الكورس ده قديم او الثغره دي قديمه، هقول لحضرتك لا، ده الكورس ده اخر ابديت 2023. وزي ما حضرتك شايف كده سعر الكورس كام، وتقريبا كده ده اعلى سعر في سلسله الكورسات بتاعت عمك ديفيد بومبل. فبالتالي الكورس بناء على طلبكم مفيش مشكله هينزل، وانتوا عارفين الكورس هينزل فين عشان الفيديو ما يتحذفش. ادخل على المنصه على قسم افضل الكورسات بالمجان، هتلاقي الكورس هناك. خلينا بقى نتكلم شوية عن الكورس ده. الكورس ده ببساطة يا سيدي بيساعد حضرتك لو كنت مثلا حد بيشتغل في مجال الباك بوينت، زي مثلا نزلنا كورس قبل كده، يعني الكورس ده هيساعدك معاه، هيخليك شخص يعني اكسبيرت في المجال ده. ولو حضرتك برضو سوفت وير ديفلوبر، فبالتالي الكورس ده هيساعدك ان انت ازاي تسكيور الويب سايت بتاعك، او ان انت تتخطى مراحل الانجكشن بتاعت الفولنربيلتي دي. وما ننساش طبعا الناس البنتستر، الناس اللي بتدرس بنتريشن تيستنج او اختبارات الاختراق، الناس اللي بتدرس على البيربي سويت او بتشتغل على البيربي سويت، فالكورس ده موجه ليكم. ما تنسوش كمان يا شباب ان الكورس ده اخر ابديت 2023. واعتقد يعني عشان نكون واقعيين شويه، تعالوا نبص بص على محتوى الكورس برضو عشان تبقى الناس فاهمه هي بتحمل ايه وليه. طب يا شباب يلا بينا نعمل ريفيو سريع كده على الكورس، تمام؟ طيب مبدئيا ده الكورس، هسيب لحضرتك اللينك بتاعه على قناتنا على تيليجرام. طبعا الكورس واخد ريت او تقييم عالي جدا، اكتر من 5500 ستودنت، اكتر من 5000 طالب يا شباب. عمك ديفيد بومبل هو اللي بيشرح لك الكورس ده، تمام؟ واحده ثانيه معرفش اسمها ايه كده، رنا خليل تقريبا، عربيه هي او اماراتيه. والله يا شباب هو انا عموما ما بتفائلش بالبنات في التراك بتاعنا، بس طالما رنا دي طلعت مع عمك ديفيد فبالتالي هي شكلها يعني ايه واحده درس. المهم يا شباب زي ما احنا شايفين، طبعا لو حضرتك مش عارف عمك ديفيد بومبل فبالتالي لازم تبص بصه هنا، ده عنده اكتر من مليون ستودنت، اكتر من مليون طالب. حضرتك على اليوتيوب عنده 2 مليون وشويه، يعني ربنا يزيده، تمام؟ خبير طبعا من 2000 بقى و3 تقريبا، او من الالفينات يعني، من قبل ما احنا نستخدم بقى الصخرات والكلام ده، كان الراجل ده بيصنعهم. عموما هو راجل قديم جدا عموما يعني، تمام؟ طبعا في ناس كتير عارفاه مش محتاجين ان انا اتكلم عنه، بس ادينا بنديكم نبذه سريعه، تمام؟ طيب ده محتوى الكورس، هتتعلم ايه، هتفهم ايه، الكلام ده كله تقدر حضرتك تشوفه بقى بنفسك كده من اللينك بتاع الكورس اللي اصلا انا سيبه لك. هنا طبعا هتلاقي كل حاجه بالتفصيل، الاربع ملفات او الخمس ملفات دول هتلاقيني سايبهم لك على المنصه زي ما قلت لحضرتك. بس في ريكوايرمنتس هنا، في متطلبات، لازم حضرتك تكون دارس كام حاجه كده قبل ما تاخد الكورس ده. زي هنا مثلا بيقول لك اول حاجه لازم حضرتك يكون عندك اساسيات او معرفه اساسيه عن الكمبيوتر، يعني ستستخدم الكمبيوتر والانترنت، البيزكس يا شباب، تمام؟ طيب بعد كده بقول لك بيزك نوليدج اوف ويب، من الاخر كده بقول لك ال HTTP ريكويست تكون عارفه، بالميثودز، بالكوكيز، بالستاتس كود مثلا بتاع اللي هو السكسس اللي هو ال 200 وال 300 وال 400، الحاجات اللي احنا شرحناها قبل كده، تمام؟ اي تي سي دي اللي هي الى زي عندنا الى اخره يعني، تمام؟ طيب طبعا بيكون عندك بعض المعرفه عن الاس كيو ال، لازم تكون عارف يعني ايه قاعده بيانات اس كيو ال وماي اس كيو ال والاوامر بتاعتها، وازاي تكتب كود او تتعامل مع قواعد البيانات من النوع ده، تمام؟ تمام. طيب طبعا لازم حضرتك تنزل اخر نسخه، بقول لك هنا لاتست فيرجن اوف كالي لينكس على الفي ام وير او ايا كان بقى، المهم ان انت تنزل نسخه كالي لينكس عادي، تمام؟ طيب لازم تكون طبعا تعرف تستخدم البورت سويجر عشان حضرتك هتقدر ان انت تعمل اكسس على اللابس لو انت محتاجها، مش محتاجها مش مشكله، بس هو عموما كده كده اصلا بتسجل فري يعني مجانا، تمام؟ طيب بقول لك هنا اخر حاجه بيزك نوليدج اوف بايثون سكريبتنج، لازم حضرتك تكون عندك اساسيات في لغه بايثون، يعني على الاقل خالص تكون دارس برمجه، تمام؟ من هنا شباب نستنتج ان انت لازم حضرتك تكون دارس برمجه قبل ما تدخل في الحاجات دي، ويكون عندك مفاهيم اساسيه عن الحاجات اللي انت هتستخدمها في الكورس ده، يعني مش اي حد مثلا بيروح محمل الكورس ده واتفرج عليه وخلاص، تمام؟ انت ممكن تحمله وتخليه عندك لما يجي وقته، او لما تلاقي نفسك مؤهل ليه تقدر تدرس الكورس، تمام؟ ديسكريبشن عن الكورس بيشرح لك حرفيا كل حاجه بقى جديد وقديم والمميزات بتاعته، تمام؟ لو خدت بال حضرتك دي الكورسات بتاعت عمك ديفيد كلها هنا، لو خدت بالك يعني تقريبا ده اعلى كورس او اعلى سعر فيهم هو الكورس بتاع الاس كيو ال انجكشن ده، تمام؟ طبعا لما نزلت تصويت امبارح على التليجرام باشمهندس عمرو يعني قال الكورس ده جميل هيفيدنا، فنزلت لكم الكورس مفيش مشكله، ولو عجباكم كورسات ثانيه بتاعت عمك ديفيد فقول لي مفيش مشكله برده هنزلها لكم، تمام؟ تمام. معلومه بس يا شباب على الماشي كده عشان كل المتابعين يبقوا فاهمين الدنيا ماشيه ازاي، ما ينفعش انزل لحضرتك كورسات من على ادمي مجانا واقول نصيا كده ان الكورسات دي ببلاش، فاهم قصدي؟
فانت خدها قاعده، اي كورس بينزله فيروس 7 اكس بين قوسين كده اعرف ان هو مجانا والكورس ده مدفوع بس هو منزله لك ببلاش، تمام؟ فعشان ما نقعدش نقول الكلام ده كتير، انا مش بنزل اي حاجه مدفوعه، ما عنديش اي محتوى مدفوع، كل المحتوى اللي بنزله هو مجانا. طب يا شباب، وده كده كان الكورس بتاع النهارده. ان شاء الله كل يوم او اتنين هتلاقوني منزل لكم كورس او اتنين، وبالمناسبه في كورس انجليش هينزل على القناه، كورس برده مدفوع كالعاده هنزله لكم مجانا، بس انا شايف ان هو كورس يعني احترافي شويه، هيساعد حضرتك لو انت مثلا عايز تعلم اللغه الانجليزيه، ودي حاجه اساسيه طبعا لحضرتك من ضمن البيزكس اللي حضرتك بتاخدها عشان تدخل في اي تراك خاص بالتكنولوجي، لازم تدرس اللغه الانجليزيه. فبالتالي برده مش هحرمكم من دي كمان، وهنزل لكم كورس انجليش مدفوع مجانا على المنصه. ولكن يا شباب يعني استحملوا شويه الفتره دي، يعني اعملوا شير على قد ما تقدروا، سبورت شويه كده عشان نقدر ان احنا نكمل، يعني شجعونا عشان بجد الموضوع متعب جدا. والله انا ما بنامش، يعني انا دلوقتي شوف بصور الساعه كام، بصور الساعه 5 الفجر، فبالتالي حضرتك انا ما بنامش. انا على فكره الكورس بيعمل ابلود على تليجرام، لو حضرتك شايف هو بيعمل ابلود على تليجرام، ده غير ان الموضوع بياخد وقت كتير جدا، يعني الكورس ده اصلا كان حوالي 7 جيجا عمال اضغط فيه لحد ما وصلته 3 جيجا، يعني ده كله عشان الناس اللي هي بتفتح باقات او داتا او حاجات زي كده، فانا بحاول ان انا الم الدنيا ليكم على قد ما اقدر يعني. فان شاء الله كل يوم او اتنين هنزل لكم كورس محترم كويس جدا هيفيدكم في المجال ده، وطبعا كالعاده بالمجان. فده باختصار الفيديو عشان ما اطولش عليكم، ونشوفكم في الكورس الجاي. سلام عليكم.